في الحقيقه البيولوجيكال سيفتي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم كلنا ناخدها في اعتبارنا واحنا بنتعامل مع الميديكال ديفايسز. يعني بيسكلي النيو تكنولوجيز طبعا اللي بتضاف للطب الحقيقه، يعني طبعا هي بتضيف كتير قوي بالنسبه للتشخيص وبالنسبه للعلاج، بس المشكله انها بتاد ريسكس. يعني بمعنى ان احنا ممكن نلاقي ان تقريبا في الاحصائيات ممكن نلاقي 50% من العدوى اللي بتنتشر داخل المستشفيات بتبقى fully or partly associated مع medical devices. يعني بمعنى ان احنا يعني لازم ناخد الموضوع ده بجديه، لان طبعا في غايه الاهميه ان احنا نحاول نقلل الانفكشنز اللي بتحصل في المستشفيات ونقلل الانتقال بتاع العدوى او الترانسميشن اوف انفكشس ايجنتس عموما. يعني فبدايه كده الناتشرال ديفنس ميكانيزمز موجوده عند الانسان هي بتتمثل في حاجتين، السكين اللي هو الجلد والميوكس ميمبرينز اللي هي موجوده بتعمل لايننج مثلا للانف وللحاجات اللي هي القصبه الهوائيه والحاجات اللي زي كده. هي بيسكلي الحاجات دي بتاكت از ميكانيكال باريرز، يعني لما بتكون سليمه لما تكون انتاكت بتمنع المايكرو اورجانيزمز فروم بينتريتنج انتو ذا بوديز. اوكي، يعني بمعنى ان هي طالما ان هي سليمه ما بيبقاش فيها اي مشكله. لو احنا حصل عندنا اي دامج للسكين او الميوكس ميمبرينز لاي سبب من الاسباب، ده عاده بيبقى يعني مصاحب ب increased risk of infection. يعني على سبيل المثال لما حد بينجرح لازم ان هو يطهر الجرح عشان بيبقى عارف ان هو لو سابه من غير تطهير ممكن يبقى في احتمال ان هو ياخد infection في مكان الجرح. ده كده احنا بنتكلم على حاله حصل فيها دامج للسكين وبالتالي اضافت للاحتماليات بتاعه حدوث عدوى في مكان اللي حصل فيه البريكنج. الترانسميشن بتاع الانفكشن بيتم على 3 مراحل، اول مرحله بنسميها كونتامينيشن، ثاني مرحله بنسميها كولونايزيشن، ثالث مرحله بنسميها انفكشن. اول مرحله هي كونتامينيشن، ان دلوقتي بيحصل انتقال للانفكشس ايجنت من السورس بتاعها للشخص المصاب. يعني بمعنى ان هو مثلا ممكن واحد يتعرض لعدوى معينه يبقى جنب مريض مثلا معدي، او مثلا تعرض لميديكال ديفايس كان فيها عدوى معينه حصل منها انتقال للمايكرو اورجانيزمز او للجراثيم دي انتقلت بقت على جلده مثلا او استنشقها. بعد كده بيحصل كولونايزيشن، يعني يبتدي الانفكشس ايجنتس دي تبتدي تتكاثر، وبعد كده تبتدي تدخل بعد كده في مرحله انفكشن، تبتدي بعد كده تفرز بعض اللي هي الانفكشس ايجنتس، ودي بعد كده بتعمل فول بلون بقى يعني الاعراض بتاعت المرض تبتدي تظهر. لغايه المرحله الاولانيه دي، مرحلتين الاولانيين دول بنتكلم على شخص ان هو ناقل للمرض. وانس ان حصل انفكشن خلاص بقى الشخص بقى مريض. فطبعا احنا في كل الاحوال عايزين نمنع الميكانيزم اوف ترانسميشن ده من البدايه، مش عايزين يحصل اصلا كونتامينيشن. فدي ده الهدف الاساسي لحاجه بنسميها الهايجين ميجرز اللي بتبقى يعني عاده الناس بتتبناها في المستشفيات او في التعامل مع الميديكال ديفايسز ان جنرال.